لا لا، حتى اللحظة لم يفكر أي من المحتجين في المغادرة. هناك أعداد كبيرة هنا تتواجد داخل البرلمان العراقي. أيضا بدأت عملية التنظيم للدخول والخروج، يعني إذا ما لاحظت هناك هذه الأعداد الآن موجودة بشكل كبير داخل مجلس النواب وهم يتمركزون، وهناك قسم كبير معتصمين منذ 3 أيام وهو اليوم الرابع، وبالتالي ربما سنشهد خلال الساعات القليلة المقبلة أيضا توافد أعداد للمتظاهرين بشكل كبير، على اعتبار أن ارتفاع درجة الحرارة ربما يؤثر في الصباح على دخول المتظاهرين. لكن بكل الأحوال المعتصمون هنا أو المتظاهرون هنا معتصمون بشكل واضح، وهم يرفضون مغادرة مبنى البرلمان. أيضا بدأت اللجنة التحضيرية للتظاهرات بدأت تنظم عملية دخول وخروج المتظاهرين. هناك بوابات للدخول، بوابات للخروج، هناك أطواق أمنية، حوالي 6 أو 7 أطواق أمنية يجب أن تجتازها قبل الوصول إلى مبنى البرلمان، وهناك تفتيش كبير، وبالتالي أيضا أغلق أيضا المركز الصحفي الذي كان يتواجد فيه عدد كبير من المتظاهرين، الآن أغلق وهو فارغ، يعني لا نعرف لماذا أغلق لكنه فرغ من قبل المتظاهرين، حتى أن بدأوا يعني يحصرون مناطق تواجد المتظاهرين داخل أروقة البرلمان وداخل القاعة الرئيسية في البرلمان وقاعة الاجتماعات. هذا فيما يخص الوضع ميدانيا. أما فيما يخص الوضع سياسيا فالتحركات تبدو أنها بدأت تزداد بالفترة الأخيرة، وآخرها كان تأييد من قبل محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي لمبادرة رئيس الوزراء الكاظمي مصطفى الكاظمي، الذي قال بأنه لابد من إجراء حوار ما بين الأطراف عبر لجنة تشكل ما بين الطرفين ويجلسون للحوار لإنهاء هذه الأزمة، وأيضا حث القوات الأمنية بعدم المساس أو التماس مع المتظاهرين، وحث المتظاهرين أيضا في نفس الوقت على ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخروج من دوائر الدولة أو ترك تلك دوائر الدولة تلك. طبعا ننتظر جواب الصدر، حتى اللحظة الصدر لم يجب على هذه المبادرة، فقط قوى الإطار التنسيقي رحبت كغيرها من المبادرات، يعني هناك العديد من المبادرات أول من يرحب بها هي قوى الإطار التنسيقي التي تريد فعلا الجلوس على طاولة حوار والتفاهم مع التيار الصدري، لأن التيار الصدري أربك كل الحسابات السياسية بهذه التظاهرة التي دخل بها إلى مجلس النواب والتي ربما ما زال مسيطر عليها حتى الآن.